سؤال اليوم، هل تظن أن كيسي ميسي كانت تريد مساعدتنا أم لا؟ وقف المقطع وشاركنا في التعليقات الآن. في هذا الفيديو سأتحدث عن واحدة من أكثر الشخصيات الغامضة في لعبة بوبي بلاي تايم، شخصية لم تظهر كثيرا ولا نعرف الكثير من المعلومات عنها، وسأقوم أيضا بشرح سبب عدم قيامها بالهجوم علينا، بل العكس تماما حيث قامت بمساعدتنا وفتح الباب حتى نستطيع الهرب من المصنع وغادرت من دون أن تقول أي شيء. إذن لماذا قامت كيسي ميسي بمساعدتنا؟ ولماذا لم تهجم علينا مثل ما فعل هاجي واجي في الجزء الأول؟ وأين ذهبت بعدما فتحت لنا الباب؟ كل هذا وأكثر سأقوم بالتحدث عنه في هذا الفيديو، لكن قبل أن أبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة الآن وتفعيل جرس التنبيهات حتى لا تفوتك النظريات والأسرار التي أكشفها في قناتي. وإذا أردت أن تصبح عضوا في القناة كل ما عليك فعله هو الضغط على زر الانضمام في الأسفل، حيث ستساعد في تطوير المحتوى بمبلغ رمزي مقابل الكثير من الميزات الرائعة. وبدون أن أطيل عليكم اربطوا الأحزمة وهيا نبدأ. إذن لنبدأ بالأحداث التي سبقت وصولنا إلى الدمية الزهرية، وكنا في الاختبار الثاني حيث يجب عليك أن تقوم بضرب دمى هاجي واجي الصغيرة التي تخرج من الجدران حولك، وبعد إنهائك للاختبار تخرج من الغرفة وتجد هذا الدرج المحطم الذي يقودنا إلى الطابق العلوي، وعندها تجد آلة لكاندي كات التي وإذا قمت بضغط الزر الأحمر تستطيع سماعه يطلب منك إطعامه ويقوم بإصدار أصوات غريبة، وإذا ذهبت إلى الخلف تستطيع إيجاد غرفة صغيرة تبدو وكأنها المكان المخصص للقيام بأعمال الصيانة. لكن الشيء المهم هنا، وعندما تخرج من هذه الغرفة وتتقدم في هذه المنطقة تستطيع سماع صوت مميز جدا ومرعب في نفس الوقت. وعندما تذهب إلى مصدر هذا الصوت تصل إلى مرحلة تحتوي على لغز بسيط يسمى عربة باري، وعندما تصل إلى نهاية الطريق تستطيع ملاحظة بوابة مغلقة، وإذا اقتربت منها تستطيع سماع صوت مألوف من الجزء الأول عندما ظهر هاجي واجي للمرة الأولى. أنت الآن خائف ولا تعرف ماذا ستفعل، وتظن أن هذا هو نفسه هاجي واجي وسيقوم بملاحقتك تماما مثل الجزء الأول ومحاولة القضاء عليك. لكن عندما يقترب إليك بما فيه الكفاية نعرف أنها كيسي ميسي، تنظر إليك لمدة قصيرة وكأنها تعرفك أو رأتك من قبل، وتعرف أنك تحتاج إلى المساعدة لفتح الباب والهرب من المصنع. عندها تحاول كيسي ميسي أن تفتح الباب لكنها تفشل في أول مرة بسبب عدم سيطرتها الكاملة على يديها، حيث تستطيع ملاحظة أن يدها غير قوية أو ضعيفة بشكل غريب، وبعد ذلك تحاول فتح الباب مرة أخرى وتنجح في فعل ذلك. بعدها تنظر إليك مرة أخرى لمدة قصيرة ثم تغادر قبل أن يفتح الباب بشكل كامل. لكن هناك بعض الأشياء التي أريد التحدث عنها بسبب هذا المشهد، وهو تصرفات كيسي ميسي وكيف كانت ردة فعلها عندما وجدتنا لأول مرة، وهذا بالطبع سيجيب عن سؤالنا وهو عنوان المقطع: لماذا لم تهاجمنا؟ ولكي نشرح هذا السبب يجب علينا أن نفهم النسخة المطابقة لها وهو هاجي واجي. وإذا شاهدت الفيديو السابق الذي شرحت فيه قصة الجزء الثاني كاملة ستعرف أن هناك ورقة موجودة في مكتب مالك المصنع إليوت لودويك تشير إلى أن هاجي واجي هو التجربة 1170، ونعرف أيضا أنه قد تم تصميم هاجي واجي ليكون لعبة أو دمية لطيفة صنعت خصيصا للأطفال في عام 1984. وقد يبدو هاجي لطيفا وطيبا في مظهره، إلا أنه يتغير جدا عندما يغضب ويتحول شكله إلى شيء مرعب ومخيف جدا. لكن لماذا هذا مهم؟ حسنا، في عام 1985 تم صنع دمية أخرى لتكون برفقة هاجي، ألا وهي كيسي ميسي الدمية الزهرية. وإذا قرأت الوصف الذي يتحدث عن هاجي واجي وكيسي ميسي ستكتشف أنه قد تم تصميمهم ليكونوا زوجين. وأيضا تستطيع قراءة نص يقول أن الدمية الزهرية أفضل من هاجي أو أنها النسخة المحسنة عنه، لكن أفضل منه من أي ناحية؟ حيث تستطيع قراءة أنه قد تم تصميمها لتكون أكثر من مجرد دمية أو نسخة ثانية لهاجي واجي، حيث أظن أنه قد تم تصميمها لتكون أفضل من هاجي من جميع النواحي. وأول الدلائل على كلامي هو المرة الأولى التي نواجه فيها هاجي واجي، حيث كان هدفه الوحيد هو اللحاق بك والقضاء عليك من خلال التهامك بأسنانه الحادة. لكن النسخة الأفضل كيسي ميسي قامت بفعل شيء مختلف تماما عن هاجي، حيث قامت بالنظر إلينا التفكير لمدة قصيرة عن هويتنا وعن إذا ما كنا قد شكلنا تهديدا لها. وبالطبع نحن لا نريد إذاءها، والهدف الوحيد لنا في اللعبة هو الهرب من المصنع بأي طريقة أو من خلال القطار الذي قالت لنا بوبي عنه. حيث بدت كيسي ميسي مهتمة جدا بما نريد فعله، وبعدما نظرت إلينا وفكرت قليلا اكتشفت أننا نريد فتح الباب، حيث أرادت أن تساعدنا وبعدها رحلت بعيدا لتكمل عملها ومهماتها اليومية. وكما نعرف من الجزء الأول أن المصنع لا يحب أي شخص يقوم بتضييع الوقت في العمل، وهذا يطرح سؤالا مهما: هل كيسي ميسي لديها جانب شرير وطريقة معينة للهجوم؟ وهل لديها شكل آخر عندما تريد تدمير شيء أو شخص ما؟
هل لديها القدرة على هذا؟ أم هذا ضد برمجتها إذا حاولت فعل ذلك؟ ربما هي الشخص الوحيد الذي يحافظ على النظام في هذا المصنع من خلال قدراتها البسيطة، وربما أيضا هي من تقوم بإبقاء الدمى الأخرى مثل كات بي، وهذا قد يكون السبب في وجود الكثير من الدمى المغطى بالدماء، حيث تقوم هذه الدمية الزهرية بإيقاف جميع الدمى من المغادرة أو مخالفة القوانين. لست متأكدا من هذه النظرية، لكن الشيء المؤكد هنا هو أن هذه الدمية الزهرية مختلفة تماما عن جميع الدمى الأخرى في هذا المصنع الغريب، وما أحاول قوله هنا هو أننا سنراها أكثر وأكثر في الأجزاء القادمة، وأظن أيضا أنها ستكون السبب الرئيسي في مساعدتنا وإنقاذنا أكثر من مرة، لأنه قد تم تصميمها لفعل ذلك من الأساس، فهي هنا لتهتم بنا وتتبع القوانين. ولا تنسى أنه قد تم تصميمها في عام 1985، وهذا قبل أن يبدأ المصنع بتجاربه المجنونة في تحويل الدمى إلى بشر أو العكس، حيث أن كيسي ميسي فريدة من نوعها، وهي تجربة آمنة جدا خالية من الأخطاء التي حصلت للدمى الأخرى مثل هاجي واجي ومومي لونج ليجز أو حتى التجربة 1006. والشيء الأكيد هنا هو أن هذه الدمية الزهرية تفعل تماما ما تم تصميمها لفعله، وهو أن تكون طيبة وتساعد الآخرين. لكن حتى الآن لا نعرف إذا ما كان هذا سيدوم طويلا أو لا، وهل كيسي ميسي تعمل وحدها أم أنها شريكة لبوبي؟ وواحدة من النظريات التي خطرت في بالي وأردت مشاركتها معكم هو أنني أعتقد أن بوبي تسيطر على كيسي ميسي وقامت بفتح الباب لنا حتى نقوم بالقضاء على مومي لونج ليجز، حيث تستطيع ملاحظة أن بوبي كانت سعيدة جدا عندما عرفت أن مومي قد ماتت، وهي تستخدم هذه الدمية الزهرية لتنفيذ خططها الشريرة، ومنها تعطيل القطار، حيث نعرف كلنا أن بوبي صغيرة الحجم ولا تستطيع تعطيل القطار لوحدها، بل قامت باستخدام كيسي ميسي لفعل ذلك. وواحد من أكثر المشاهد أهمية هو شريط وجدته في نهاية اللعبة، تستطيع من خلاله سماع مالك المصنع إليوت لودويغ يتحدث عن التجربة 1006. استمع جيدا لأن هذه المحادثة مهمة جدا. Log code 08502 in relation experiment 1006 the prototype. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery, along with several other components, to create a laser pointer, which he then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. نتمنى معرفة ذلك في الجزء القادم من اللعبة، حيث تكون كيسي ميسي تساعدنا في الكثير من المراحل والمهمات وأهم شيء في مواجهة التجربة 1006. لدي الكثير من النظريات والأسرار التي اكتشفتها في هذه اللعبة الغامضة. إذا أردت أن تشاهدها اشترك في القناة الآن، ولا تنسى اللايك وتفعيل جرس التنبيهات حتى لا تفوتك الفيديوهات القادمة. شكرا لكم وأراكم قريبا.